بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حديث الامام الطيب. فضيلة الامام نستكمل مع فضيلتكم الحلقه الخاصه باسميه الشريفين السميع البصير وتوقفنا عند صفه التشبيه والتي يفسرها بعض السلفيين بانهم ياخذون بظاهر النص في بعض الايات وفضيلتكم اوضحتم ان ظاهر النص لا يصح مع بعض الايات لتعارض ظاهر النص مع منطق الاشياء وطريقه عمل الاشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. عليه الصلاه والسلام. فاستكمالا لما بداناه في الحلقه الماضيه اريد ان اضع النقاط على الحروف، اولا يعني نحن نرحب براي السلفيين كراي شريطه يعني. ان يكون رايا من اراء علمائنا وامتنا القدماء وان يكون رايا حتى ممن من, من العلماء المعاصرين لكن نابى ان يكون هذا الراي هو الاسلام وغيره خروج عن الاسلام رغم ان مثلا احنا عندنا يعني التشبيه يؤدي يعني التشبيه او التجسيم بالضبط كده هذا المصطلح التجسيم بالنسبه لله سبحانه وتعالى يؤدي الى الى الخروج على على صريح القران الكريم. نعم. ومع ذلك لا نصف احد بانه كافر او كذا وانما يعني بانه يعني مجسم او مجسد، والاسلام قائم على نفي التجسيم، نفي التجسيد في الالوهيه. هذا امر معروف. فنحن حين نقول مثلا ان فاصبر فانك باعيننا يعني في علمنا ورعايتنا هذا يعني هذا امر مشروع لغه ومطلوب لا فهما لانه لو لم تكن عندي ايات التنزيه او صفات التنزيه وآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم خلاص يعني سبحانه وتعالى وقال لك أنا سميع بصير ومش زي أي حد نعم معناها أنني أسمع ولكن لا كما تسمع لا كما تسمعون انتم لا. وابصر لا كما تبصرون انتم هم يقولون يسمع يبصر طيب قولوا يا اخوانا يسمع لا كما نسمع نحن لا يقول لك لا تدخل وكذا وكذا طبعا معركه معروفه ومعركه قديمه ومعركه يعني يعني نتمنى ان تنتهي لا. لانها كلفت المسلمين قديما وحديثا الكثير. لا. كما سنتحدث في في معركه الـ الـ هل هل المذنب كافر ولا هل المذنب مؤمن ومسلم؟ لا. لكنه ياخذ حكم اخر اسمه العاصي. وفرق بين الاثنين <applause> حينما يقولون كافر يقولون حلال الدم وبالتالي لو لا. واحد ارتكب كبيره يقتلونه. هذا ايضا كلفنا كثيرا قديما ويكلفنا الان وما زال حتى كثيراً. الان وما زال حتى الان. على كل حال احنا استطردنا هذا الاستطراد لنقول ان الله سبحانه وتعالى سميع بصفة اسمها السمع ليست كصفتنا نعم ليست كصفتنا وليس كما هو يعني ليست ب بآلة ليست ب خاضعة لقوانين السمع الى الى وليست بنفس قوانين السمع اللي طبعا احنا برضو نسمع برضو على مدى محدود نعم لكنه يسمع يعني كل المسموعات يعني وفي آن واحد ولا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله بصر عن بصر أنت وأنت رغم أنك لا أذنين لكن لا تستطيع أن تسمع أو تدرك بشيء واحد أنواع يعني أكثر من شيء أكثر من, من داخل شيء داخل. تدرك نعم. في الداخل كل هذه فروق معروفه وإذا فالذين يقولون ان انه سامع بمعنى انه مدرك للمس أو سميع بمعنى مدرك للمسموعات طبعا مردود عليهم بانه سميع بمعنى انه سامع لان الادراك من قبيل العلم وطبعا العلم صفة كاشفة والسامع صفة وصفة كاشفة تنجيزية قديما وحديثا ان صح هذا التعبير يعني شغاله قديما وازلا وابدا صفه العلم اما صفه السمع وصفه البصر فهي قبل ان تتعلق بالمسموع والمبصر هي صفه تعلقها صلوحي قديم حين تتعلق بالمسموع والمبصر بالمجودات. فعلا اه يسمى يسمى تعلقها تعلقا تنجيزيا حادثا لا. يعني هنا حادث وهناك قديم لا. هنا تنجيزي وهناك صلوحي فهكذا هكذا يتبقى في الاسمين الشريفين حظ العبد المسلم آه من الاسمين نعم الشريفين السميع البصير نعم اذا علم العبد او يجب ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر حتى قال انه يسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الملساء في الليله الظلماء نعم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني طبعا نمله بت بت اولا ويبصرها لا يعني لا يبصرها وهي نمله سوداء بتمشي على صخره ملسه ما فيش يعني حتى اي اثر ل نعم لمشيها اصلا ما حدش بيسمعه والليله المظلمه هو يسمع هذا الصوت ويرى هذه النمله اذا عرف الانسان كده فعليه اذا ان يراقب يعني لسانه نعم لا. لانه ده اللي هو بيسمع الناس بتسمع به ويراقب برضه اذنه ويراقب عينه لا. نعم يراقب المسموعات ويراقب المبصرات وحتى لا يصدر اي شيء يعني لا يسمع شيء يغضب الله سبحانه وتعالى لا, لا يتحدث بلسانه لا يؤذي به احد فيغضب الله سبحانه وتعالى ولا يرى بعينيه ما يعني يغضب الله سبحانه وتعالى لا. ومعلوم طبعا ان للعين معاصي وللاذن معاصي وللسان بالذات معاصي ويسمونها افات اللسان لا. وافات البصر وافات السمع ننتقل مع فضيلتكم إلى اسميه الشريفين اللطيف العفو. ما أخذ نعم. الاسمين ومعناهما؟ نعم اللطيف هو سبحانه وتعالى يتصف بهذا الاسم ويعني مأخوذ من اللطف. هو نعم. طبعاً ورد في القرآن أكثر من في أكثر من من, من موضع. وهو مأخوذ من اللطف بمعنى الدقة والخفاء يعني لو رحت نعم. في القواميس أو في تشوف معنى اللطفة أو معنى اللطيف هتجد يدور حول معنى الشيء الدقيق الخفي في نفس الوقت يعني ليس الدقيق الظاهر الدقيق نعم. الخفي. الخفي وده معناه أن لطف الله سبحانه وتعالى دقيق جدا وفي نفس الوقت خفي تدارك العبد من حيث لا يحتسب ومنه قوله تعالى الله لطيف بعبادة وقول إن ربي لطيف لما يشاء هذا موجود في مواضع كثيرة من القرآن وطبعا لا داعي لأن نكرر كل ما نقوله في الحديث وفي إجماع العلماء مأخذه كما قلنا من اللطف والدقة ومعنى الدقة والحياء معناه في باب الأسماء الحسنى معناه أن الله سبحانه وتعالى رفيق بخلقه هذا معنى الرفق وبعدين لطيف بالبر منهم والفاجر سبحان لطفه الله. آه طبعا لطفه لا يختص بالمؤمنين او بالصالحين او بالضائعين وانما لطفه عام وسنضرب امثله فضلته هو كان كل اسماء التي تحمل صفات الاحسان تعم كل الموجودات تعم. طبعا. طبعا اما الاسماء التي تحمل صفه القوه والقاهر والجبر فهي مختصه بالظالمين والطغاة والجبر كلام سليم 100% والا لو كانت يعني صفات اللطف والرحمة وكذا قاصرة على المؤمنين كان يعني غير المؤمنين هلكوا من 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 زمان وكان توقفت يعني حياتهم وهذا لا يعطي معنى ان الدنيا دار تكليف ولا يعني ليست دار جزاء دار جزاء بعدين جايه انما هي دار تكليف يعني فيها الخير والشر وفيها اهل الخير واهل الشر فيها الله سبحانه وتعالى ورحمته ولطفه وعباده وفيها الشيطان أيضا نعم. الشيطان اللي هو لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أن يدي له حصة من عباده دول زباينه وجنده نعم. إلى أن تقوم الساعة ولا أضلنهم ولا يعني كمان ده شغله المهم نعود إلى أنه رفيق محسن متفضل عليهم في نعم. معاشهم ايضا وارزاقهم فهو يعني عالم بخلقه عالم بمواضع حاجاتهم محسن متفضل عليهم نعم فهو لطيف بعباده في معايشهم وفي ارزاقهم نعم وفي هدايتهم سبحان الله طبعا نعم هو يعني هدايه المؤمن ده به حقيقه نعم يعني لولا لو ترك لنفسه لضل لو ترك او لو ان يعني لو ان الله سبحانه وتعالى يعني تعالى عن ذلك عدوا كبير لولا انه متصف بصفه اللطف كان نعم. كل ده من هيلحقوا يعني هلك هلك طبعا يعني نعم. كل صفه شغاله في هذا الكون نعم. وهي دي زي ما بنقول هي الصفات دي تجلي او مظاهر الذات بالنسبه للخلق وبالنسبه للمخلوقات نعم. وهي اللي بتخلينا عن ان علاقه الله بعباده وبمخلوقاته ايه؟ هي علاقه اللطف وعلاقه الرحمه وعلاقه العفو الى اخره. يضربون مثلا مثالا للطفه تعالى بالجميع نعم وده من زمان هذا الكلام برغيف العيش ويقولون انظر الى هذا الرغيف البسيط الذي يوضع امامك ثلاث مرات في 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 اليوم نعم. يقولون آه تفكر كم عين سهرت فيه من اول امره نعم. صحيح حتى وضع امامه طعاما طيبا صالحا للاكل حرس للارض وحيبتدي من حرس الارض نعم القاء البذره في الارض سقي الزرع حراسه الزرع الحصاد نعم الجمع الطحن العجن الخبز النقل نعم ومش كده بس وما يتطلبه كل ذلك من آلات وصناعات ومهارات وأدوات وتكاليف لا يمكن للعبد أن يحصرها في كل من يعني وكل ده من أجل أن يوضع أمامه رغيف العيش لا. سهلاً ميسوراً ده لطف من الله سبحانه وتعالى سبحان الله <applause> هذا هو مظهر يعني أول مظهر مظاهر اللطف يعني يوضع أمام العبد في لطف من الله سبحانه وتعالى بالله وقل مثل ذلك ليس في رغيف العيش في كل ما تاكل في كل ما تشرب في نعم. كل ما تلبس في كل ما في تسخن. كل مظاهر الحياه كل مظاهر الحياه يعمل فعلاً. اسم اللطيف في كل جوانب الحياه وده يشمل بقى الصالح والطالح الكافر والمؤمن نعم. الانسان الحيوان الطير وهكذا حتى النبات ايضا يسخر له كي ينمو ويثمر برضه فيه لطف به فيها نعم فاسم اللطيف ده فعلا اسم ساري في يعني الأجزاء الكون سبحان الله فضيلة الإمام يعني أغلب هذه المطعومات والمشروبات وغيرها تخرج من, من ضدها سبحان الله يعني نعم سبحانه وتعالى لطيف بنا يخرج لنا أشياء مفيدة نعم من عكس هذه الأشياء وضدها ضربوا نعم نعم برضو أمثلة بهذا وقالوا من لطفه ان يخرج اللبن من بين فرث ودم. سبحان الله. الله. الدم لا يمكن يشرب. و... و... ولا يمكن يشم. لا. صعب ريحته وكذلك الفرث لا يمكن حتى يعني او يصعب ان تنظر اليه. لا. لكنه يخرج من هذين المتناقضين الضدين يخرج لبن سائل نعم. كمان يخرج من مثلا العسل الشهد نعم. من ذباب النحل وايضا يخرج الحرير من الدود نعم يعني يخرج شيء من نقيضه سبحان الله في فعلا قالوا كمان انه هو يعني سبحانه وتعالى يلطف او يخرج زهب من التراب نعم يعني التراب لا قيمه له نعم انما الذهب له طبعا شوف يعني هو يعني المسيطر على اقتصاد العالم يخرج من التراب فهو يخرج الشيء الثمين الغالي من نقيضه التافه الرخيص نعم. يعني سبحانه وتعالى بل كيف انه لطف قلب العبد نعم. والعلماء وخاصه الصوفيه يذكرون هذا يعني قلب العبد ده مضغه من, من من لحم يعني ما احنا بنشوفه في الذبايح ولا بنشوفه حتى في عمليات العمليات الانسان يعني هي قطعه لحم كيف لطفها وجعلها تتسع لمعرفه الله سبحانه وتعالى سبحان الله ولتلقي يعني رحماته وفيوضاته وتجلياته بالانسان المؤمن الصالح فاذا هذا هو يعني ما يمكن ان يقال في في الله سبحانه وتعالى اللطيف ب وكان بيعمل. خصيصه هذا الاسم وهذه الصفه ان تخرج لنا كل شيء جميل في الوجود كل شيء محتاجه. دقيق ومفيد جدا نعم. وخفي نعم. يعني يخفى أنت طبعا الذهب مخفي في التراب نعم اللبن مخفي قبل ان يحلب لا, لا, لا تدري يعني لا. فين لا. وهكذا فهو في معنى اللطف فيه الدقة أولا والخفاء وربما إخراج الشيء من نقيضه رحمة بالعبد إمام وماذا عن حظ العبد المسلم من اسمه تعالى اللطيف؟ واضح طبعاً أنه على العبد أن يترفق بالعباد كما أن نعم. الله سبحانه وتعالى يترفق ب, ب... بعباده ويلطف بهم سواء قلنا يعني في تيسير الأمور وترتيبها أو في إيصال النعمة في شكل سهل أو شكل ميسور نعم. أو وهذه النعم قد تكون ظاهرة. أو إيصال النعمة الدقيقة الخفية وقد يخرجها نعم. من نقائضها هو أيضا عليه أن يترفق بالعباد نعم. يعني يترفق بالناس وطبعا يعني أولى الناس برفق الإنسان هو أهله زوجه نعم. وزوجته يعني وأسرته وأولاده وطبعا يعني بعد ذلك جيرانه بعد ذلك مجتمعه والناس سبحان الله هذا ليس شيئا اختياريا ليس أماماً. شيء بالعكس مأمورين ما ولله الأسماء الحسنى نعم فادعوه بها يعني يدعو بها اللهم اجعلني لطيفا بعبادك كما أنت لطيف ده معنى ادعوه بها نعم في يعني هي الله اللهم ما كذا وهنا معناها يعني التشبه بأخلاق الله وفي حديث هو طبعا حديث أنكروه يعني أو البحث الحديث قال هو لكن نعم. له شواهد أخرى وهي وهو تخلقوا بأخلاق الله نعم والإمام الغزالي يعني صدر أبحاثه في شرح أسماء الحسنى بهذا الحديث فليكن أن هذا الحديث غير ثابت لكنه معناه صحيح نعم لأن مطلوب من الإنسان أن يتشبه بأخلاق بأخلاق الله سبحانه وتعالى نعم أو بأخلاق هذه الأسماء الحسنى فيكون رحيما يكون الا ما قلنا انه خاص بالذات العليه ولا يمكن العبد ان يتسمى به او ليس له فيه نصيب ولكن عرفنا ان معظم الاسماء تقريبا الا اسم او اثنين او ثلاثه للعبد فيها او من معانيها نصيب وهو مأمور بان يدعو الله سبحانه وتعالى بها وان يرزقه منها ما يستطيع ان تتحمله طاقته البشريه من رؤوف ورحيم ولطيف نعم. وعفو وغفور وشكور وصبور كل دي الاخلاق المطلوبه شكرا فضيله الامام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله